معاك بقى على ضربات الجزاء، لانها انت عندك تجربه قاسيه في نهائي الكاس، وكنت في السنه دي صادت تقريبا 80% من ضربات الجزاء اللي اتشاطت عليك. بالظبط. السنه دي ما كانتش موفقه قوي معاك. بالظبط صح. فحاجه غريبه شويه، ايه اللي حصل بقى؟ قول لي بقى هنا المذاكره، وانا سمعتك بس يعني احب في ناس كتير بتتفرج عليك لاول مره، ذاكرت ازاي؟ حفظت ازاي؟ بس قول بالظبط اللي حصل. هقول لك ده مهم. رقم واحد هو بلينات دي توفيق من عند ربنا ونعم بالله، كويس يعني دي بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر، بس ربنا مش هيدي التوفيق غير للي بيستحق. يعني اللي يستحق او بيجتهد في نعم. حاجه معينه. يمكن انا كنت تصد 3 بنالتي من 5 من الاهلي، ده رقم كبير. 3 من الاهلي مش مثلا. انت معلش ممكن اقول حاجه في الموضوع ده؟ انا يمكن انا وبسام كل يوم بعد التمرين لازم ممكن اشوط عليه مثلا من 10 11 ضربه جزاء. والله والله كل يوم، وممكن غيري تحدي يا كابتن، تحدى بعض تحدي ما بقاش بلينات كده وخلاص. فهو بسام في الموضوع ده بيركز فيه جدا جدا. يعني يمكن اغلبيه الوقت انا عليت في ضربات الجزاء بسبب ان انا بشوط عليه كتير، وهو عالي اكتر ان هو بيتشاط عليه كميه ضربات جزاء كتير جدا. لكن هو كابتن اليوم اللي قبل الماتش اليوم اخر يوم اخر تمرينه الفرقه ال 20 لعيب شاطوا عليه شاطوا عليه صد مثلا حوالي 12 13 ضربه جزاء. ادت ثقه؟ ادتك ثقه؟ طبعا يا كابتن. ارجع لحته المذاكره. أيوة. يا كابتن احنا لعبنا نهائي الكاس مع النادي الاهلي، يمكن 80% من الناس اللي شاطت في نهائي الكاس هي اللي شاطت في نهائي السوبر. هو نفس القوام، لكن اللي فرق ان انا عرفت مين بيشوط وبيشوط ازاي وبيشوط فين. يمكن بدر بنون كان اول سنه ليه يبقى موجود، ويمكن تاني كان تالت ماتش ليه نهائي كاس معاه ضدنا، ما كانش معروف. بالظبط ما كانش معروف، فحطها في نفس الزاويه اللي حطها فيها في نهائي السوبر، بس حطها عالي. انا رحت الناحيه الثانيه وهي اتحطت عكس اتجاه. المره دي انا كنت رايح ويقين هي حظك كمان. الجميل انها ما عليتش زي المره الاولانيه. بالظبط. لو عليت خلاص بقت صعبه، بس انا كابتن رايح عالي برضو. عالي بس هي لو عاليه زي الاولانيه طبعا هتبقى صعبه، لكن انا رايح عالي يعني برضو. ما هو باين اهو يعني، بس الاولانيه قصدي كانت فوق قوي عاليه. بالظبط. بالنسبه لنا كحراس مرمى هنعمل ايه؟ بالظبط. نعم. هو ما غيرش وانت قاري كويس الحمد لله. نعم. دي حاجه. كان قفشه برضو حط في على يميني في نهائي الكاس. بس جت في العرض. جت في العرض. فانا رحت على يميني برضو. حط عالي بقى تبقى زي ما حضرتك بتقول صعبه. حط عالي هتطلع في العرض تطلع. طبعا. بالظبط. يمكن محمد شريف انا حضرت معاه معسكرات في المنتخب لحد ما فاكر هو بيشوط ازاي، وكان في بينا دايما في التمرين تحدي في المعسكر. اتبسطت لما لقيته جاي الشوط الاخيره؟ ما هو في واحد ايه بتبقى مرتاح نفسيا يعني، مثلا عمرو السوليه تقلق منه، علي معلول تقلق منه. مظبوط ولا انا غلطان؟ لما بيجي بقى واحد زي شريف مثلا رجليه مش قويه قوي او ما بيركنش بعيد قوي، او انت حظك عليه في التمرين، تقول ايه ممكن تبقى بتاعتي؟ لا يا كابتن يعني ما اطمنتش والله، لان شريف فرود كبير. لا 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 انا ما عنديش خلاف، انا قصدي ايه انه ممكن يكون حظك عليه في التمرين. أيوة. فحافظه شويه فبيخاف شويه كده يعني. لا يا كابتن هو انا والله لو هتصدقني انا ما خدتش بالي ان شريف غير بعد الكره ما خلصت. انا اخر كره دي انا مش شايف، انا يعني مش تركيزك وصل بقى المرحله. والله العظيم يا كاتشوبير والله دي حقيقه. انت لعبت على الكوره في الاخيره؟ على الاخيره انا رحت نشوفها تاني. بالظبط. انا لا شايف مين اللي هيشوط ولا عارف اللي دي الرابعه ولا الخامسه ولا عارف لو كسبنا. انت خلاص هو بيحط رجله خلاص، بدات انت تتحرك مع الكوره. بالظبط. ومن توفيق ربنا انها جات لك قريب الحمد لله. يعني دي يعتبر اسهل اخفهم. بالظبط. اقل ضربه جزاء اتشوطت فعلا. هنا خلاص. هنا بقى خلاص. هو لسه بيراجع من الحكم. انا ما حسيتش بان هي اخر واحده اللي الناس جت تحضني، بس يعني المذاكره بتفرق طبعا يا كابتن. طبعا طبعا. وانك تبقى عارف ده بيشوط فين بنسبه كبيره، دي بتفرق معاك، بتفرق معاك جدا. نعم. لان يعني انت ممكن تبقى راجل بتشتغل على زاويه بس او بتشتغل على توقع. صح. بس ماشي، انا ممكن اشتغل على التوقع واشتغل على نسبه بالنسبه للراجل اللي داخل شوت ده بيشوت على يمين الجون، بيشوت على شمال الجون. بس اجمل حاجه انت قلتها انها في البدايه والنهايه توفيق ربنا طبعاً. سبحانه طبعاً. وتعالى. هو المفتاح لسه معاه ولا لا؟ ما هو اللي هيقفل برضه. هو اللي هيقفل. هو ناوي يقفل السنه دي ولا مكمل؟ يعني لحد دلوقتي فاتح. فاتح.